عجيبة العجائب في عالم المخلوقات المخ البشري. الشيء الهلامي الصغير اللي قدامنا فيه 10,000,000,000 خط عصبي. أكبر مدينة بيبقى فيها 100,000 خط تليفون. مدينة المخ فيها 10,000,000,000 كابل. بيشتغلوا في وقت واحد، يبعتوا إشارات ويستقبلوا إشارات. أي عطل، أي خلل، أي خطأ في 10,000,000,000 وصلة فورا بيحصل شلل، صمم، خرس، تخليط، هزيان، هستيريا، نسيان. أخطر شيء في الإنسان هو المخ البشري. اللي انتوا شايفينه مقطع في مخ بشري. ده مركز التوازن، مركز البصر، مركز الحركة، مركز الذاكرة، مركز النوم، مركز الدورة الدموية، مركز التنفس. ده لغز المخ البشري اسمه الجسم الصنوبري، محدش إلى الآن يعلم حقيقة وظيفته. المخ اللي انتوا شايفينه في حالة الحياة بيطلع منه كهرباء، ذبذبات كهربائية ممكن تسجلها، شفرة يقرأها الطبيب، شفرة كاشفة عن عالم الأسرار داخل المخ. وحول هذه الأسرار ستدور روايتنا العنكبوت. العنكبوت. العنكبوت، قصة الدكتور مصطفى محمود. سيناريو وحوار محمود الشربجي. إخراج فؤاد شفعي. وحياتك يا أستاذ، تقفل الإزاز اللي جنبك ده. حاضر، متشكرة. العفو. التنايات، عايز التنايات نزلت ورحبت جنبه. اطلع يا أستاذ من فضلك، بس ما تخليش العربية دي تغيب عن عينك. وزي ما فهمتك مش عايزاهم ياخدوا بالهم مننا أبدا. ما تخافيش يا ست هانم. يا ماري، بس لو طولها السهتانة دي اللي وجع قلبك يا ست حنيات، بقى حس ما تطلع منها كل ده ارجع واقول كله منك يا ستي. مني انا؟ ايوه، فتح على بيتك على البحر. فاكره لما كانت تيجي وكل شويه تقلب لنا نظام البيت، وانت كل حاجه تقولها توافق عليه؟ واشتغل يا زينب، انقلي ده هنا وده هناك وده هنا وده هناك، وتخليها تطلع روحي كل كام يوم. طلعت روح اللئيمه، كنت مصدقه مراد بنت غربانه، بنت ناس كويسين، يتيمه، دي شايله العياده على دماغها. وانت بقلبك الطيب مصدقه، ومش بعيد والنبي يا استعنايات ان كلام سيدي الدكتور يكون صحيح، وهي اللي لقيمه فضلت تتمسكن لغايه ما تتمكن. معلش، كل اللي بنيته في الكام سنه دول انا هحده على دماغها ان شاء الله. العربيه ركنت يا ست هانم، نقف هنا؟ لا 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 يا أسطى، اطلع طوالي شوية وبعدين نبقى نلف ونرجع. خليك 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 يا أسطى ماشي على طول. والله يا دكتور أنا خايفة يكون نايم ولا حاجة. ما تفتكرش، تعالي بس. المهم إنه لو جه مش هيشوف العربية ورا الفيلا. إن كان على العربية ما هو ما شافهاش امبارح، لكن تعالي بس تعالي وبلاش نضيع الوقت. طب جرب المفتاح ده، يا رب يفتح. اديني البطارية. آه.
بشويش. شفتي بقى يا ستي، لو كان موجود طبعا ما كانش يقفل بالمفتاح من جوه. استني لما اقفل بالمفتاح علشان لو جه. استني. في ايه؟ هتلخبطي مخي. هو مدام قاعد لوحده في الفيلا اكيد مش هيستعمل الباب الخلفي ده، بدليل انه مقفول بالمفتاح. ايه اللي يخليه يدخل ويخرج من هنا؟ انا عارفة بقى. طب مش ضروري نقفل الباب بالمفتاح علشان لما نيجي نخرج ما نضيعش وقت؟ ايوه كده، شغالي مخك شوية. يلا يلا المعمل من هنا. تعالي اسمعي، خليك انت ورا الستارة. قبل ما ندخل المعمل هتأكد انه مش هنا. هتروح فين؟ هبص في اوضة النوم. دكتور، مش ده صوت باب الفيلا؟ وبين ده ولع نور الصالة. خديني جنب كرة الستارة. انا اسكتي دلوقتي، اسكتي. ماله متضايق كده؟ مش عارف، لكن ده رمى الشريحة اللي كانت تحت الميكروسكوب في البلاعة. في الغالب دي الشريحة اللي كان عليها الحيوانات المنوية. ايه دي؟ دي ضفدع. شوف بيشقها ازاي. وايه ده اللي خدوا منها وحطوا على الشريحة؟ برضو الحيوانات المنوية. يا ترى بتشوف فيها ايه تحت الميكروسكوب؟ ايه الملاحظات اللي بتكتبها دي يا ناجي؟ ايه السائل ده اللي حط منه تلات نقط عليها؟ مهم بيتلفت حواليه كده. يمكن متخفيش متخفيش، مش ممكن ياخد باله منا. بصيله كويس، هو باين عليه تعبان قوي. شايفه ماسك دماغه ازاي؟ او عمال يفرك في عينيه زي ما يكون بيطرد النوم منها. طلع الحقنة بيملاها من السائل الأزرق بتاع امبارح. بصي بصي، ده بيشعر بتاعه. ياه، شوف بيغرس الحقنة في الوريد بتاعه وبسرعة عجيبة بيدي نفسه حقنة. مش معقول مش معقول. بيبص في الساعة، يظهر هو كمان هيستنى عشر دقايق. قصدك استني استني لما نشوف. بالإشعاع. دكتور مالك؟ غريبة، زي ما يكون الدم اتجمد في عروقي. دكتور ده بيعمل تجربة الموت على نفسه. غريبة، نفس السائل اللي حقن منه فريد الراجل الأصلع. صحيح يمكن نفس الكمية، لكن نفس السائل. وبعدين قعد في نفس مكانه على الجهاز العجيب ده وصنّق الأشعة الرهيبة على مخه. دكتور، تفتكر انه ممكن يتحكم في مقدار جرعة الأشعة اللي بياخدها بالزرار اللي جنبه دي؟ افتكر ممكن يتحكم فيها. انت مش واخدة بالك فيه اكتر من عداد للأمبير والفولت قدامه في نفس الجهاز. استني استني يا عزمت، شايفه ابتدى يدخل في نوبه التشنج. لاحظي عضلاته بتتصلب. يا ساتر، شوف نظره الرعب في عينيه زي ما يكون شايف قدامه ابواب الجحيم. عينيه ببحلقها مش بترمش، زي ما يكونوا عايشين في دنيا تانية. شفايفه بترتعش، تتفرد زي شفايف الاموات. ده مات. ايه ده يا مجنونة؟ مش طريقة دي. مات مش ممكن. ازاي؟ استني انت هنا، خليك مضحك. اسمت اسمت، ما ماتش.
ماتش تعالي تعالي ماتش. طب عاوزني اروح فين؟ تعالي نروح المعمل جنبه. جنبه ليه؟ متخافيش متخافيش، هو في حالة غيبوبة. لكن برضه يا دكتور تأكدي انه مش هيحس بينا. تعالي معايا بس تعالي. صدقتي صدقتي شايفه بيتنفس ازاي؟ دون سباستيان كاميلو. ده هيرجع للكلام بالاسباني يا دكتور. ايوه ايوه استني لما نسمع هيقول ايه. انت واخده بالك من جهاز التسجيل اللي حطه؟ يظهر انه عاوز يسجل اللي بيقوله في حاله الغيبوبه دي. اسمعي يا عزيزي كاميلو، اللي حصل يومها أنا فاكره كويس لأنه محفور هنا في راسي. انفجار اللغم في الوقت والساعة اللي انفجر فيها ما كانش فيه أي شيء من المفاجأة ليه. كنت على علم بكل شيء. أيوة كنت شايف اللغم قدامي، كنت شايفه بعناية دول. يا عزيزي كاميلو، في حالة نفسية ما يعرفهاش إلا اللي عاش في الحرب مدة طويلة، حالة هستيرية تستولي على المقاتل تخليه يرمي نفسه في المهالك، زي ما يكون في دافع باطني بيدفعه عشان يتخلص من نفسه من كل الجنون اللي هو فيه. سامع يا عزمت؟ سامع دون ميجيلو، عايز تقول انك دخلت بينا في حقل الالغام وانت عارف انك داخل في حقل الالغام؟ كنت عارف وده واضح من كلامي من الاول. ميجيلو فارغا، انت مقبوض عليك، سامعني؟ انت مقبوض عليك. دي حاجة مش معقولة يا دكتور، صوته بيتغير بطريقة عجيبة زي ما يكون في اتنين جواه بيكلموا بعض. بس لو كنت افهم اسباني. تقبض عليا ايه؟ عليا؟ انت مش شايف اني مقبوض عليا بالفعل؟ في جاكيتة جبس وبنطلون جبس من شهور، واني لا بحرك دراع ولا رجل. تقبض على الجبس علشان تحطني مرة تانية في الجبس. وكمان ازاي هتنفذ امر القبض يا شاويش سباستيان كاميلو؟ انت نسيت انك نايم جنبي ودراعاتك الاتنين مقطوعين ومحطوط في الجبس زي. انا هقبض عليك بامر القانون. القانون القانون انتهى العمل بيه من زمان يا حضرة الجويش. انت نسيت اننا انهزمنا في الحرب وان في قانون تاني دلوقتي في الحب. بص حواليك، احنا اسرى مش ابطال. شوف الاعلام المرفوعة، ما هيش اعلامنا. احنا انتهينا مع الدنيا اللي انتهت يا سباستيان. دون ميجيلو، انت مجنون مجنون مجنون.
ايه العمل؟ ايه العمل دلوقتي؟ ايه العمل؟ هنموت يا كاميلو. انا مش عايز اموت، مش عايز اموت، عايز اعيش، عايز اعيش. مال جسمي بيتنفض كده ليه؟ تعالي نقف مطرحنا ورا الستارة أحسن ابتدى يفوق. يلا حسبي. أهو يا دكتور بيفتح عينيه ويتلفت حواليه. خدي بالك ابتدى يدوس على الزراير اللي جنبه. أعوذ بالله، وشه بقى شاحب بشكل، ايه ده؟ وعينيه بقت حمرة زي كاس الدم. هو بيعمل ايه؟ بيرجع شريط التسجيل علشان يطلعه من الريكوردر. تقام بيطفي النور. راح اوضه النوم، دخل ينام. تعرفي انا عايز اخد كراسه المذكرات اللي في المعمل دي. بس يا دكتور يمكن يرجع يقوم من النوم تاني بعد شويه عشان يشتغل ويكتشف ان الكراسه مش موجوده. ليكي حق، ساعتها هيشك في ان حد دخل وعرف سره، ويمكن يهرب من هنا وما نلاقيلوش اي اثر. على كل حال خلي كل حاجه مطرحها ويلا بينا احنا دلوقتي. غريبة حكاية الأصوات دي، زي ما يكون فعلا شخصين واقفين قصاد بعض وبيتكلموا. زي ما سمعتي بالظبط، هو كان مجرد أداة للأصوات الغريبة دي اللي بتخرج منه، مجرد بوق أو راديو أو أسطوانة أو شريط تسجيل، زي ما يكون اتنين بيتكلموا في ميكروفون واحد. والله يا دكتور لو تصدقني الراجل ده زي ما قلت لك ممسوس. أظن هترجع وتقولي لي عفاريت راكبينه. عفاريت قال. لكن مين دول؟ مين هم دون كاميلو ودون فارجا ده؟ عفاريت بيتكلموا وليهم وجود زينا؟ ما قلتليش ايه معنى الكلام اللي كان بيقوله؟ ابدا، دول شخصيتين اللي هم دون سيباستيان كاميلو ودون فارجا. بتتنهدي يا عصمت؟ مفيش فايدة، انت بتجري وراه بيجري ورا اشباح، هو مش حاسس بيكي، مفيش في مخه إلا العلم وأسراره، أما سر قلبك عمره ما هيفكر فيه. لكن أنا بحبه، حبيه زي ما انت عايزة، هتعيشي طول عمرك زي ظله. مش عاوزة أكتر من كده، أعيش زي ظله، ترتبي له الكتب وتصفي الأوراق، كفاية اسمعه وهو بيقول لي يا عصمت، أحس إنه محتاج لي وبيناديني في خدمة ولو صغيرة، ويقول لي عصمت عصمت عصمت، بتطلع منه حلوة زي السكر. عصمت عصمت، ايه وصلت فين؟ ولا بتنامي؟ يلا بينا يا ستي، خلاص عملت التلغراف. ست عنايات خشي جوه كده، هتموتي نفسك. انت مش جاريه بنفسك ولا ايه؟ معلش يا عصمت، بكره يا ستي خشي جوه، غيري هدومك اللي اتغرقت دي. تعالي ارجوكي، حرام تعملي في نفسك كده. سيبيني. No, 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 no.
عليا، هما الاثنين مش في ايد عليا، عايزين يموتوني، عايزين يخلصوا مني. والنبي يا ست عنايا تنجي لحد موتي نفسك. خشي بلاش الوقفه دي في البلكونه والمطره نازله كده. تعالي تعالي العيا ستي، العيا هدوم دي، يلا العيا اوام لحسن مش كويس عليكي. يلا يلا لغايه ما اجيب لك غيار. زينب تعال تعالي، مش عايزه خيار. بصي شايفه الجسم ده؟ بصي شايفه يا ست البيسي؟ لا تستهوي، بقول لك بصي بصي كويس. انا ولا عصمت؟ بصي بصي عصمت 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 دي ايه جنبك يا ستي؟ العصمت قال عصمت ايه المعصعصه دي؟ دي تيجي ايه جنبك انت؟ البسي يا ستي البسي. بكره بعد ما اكشفهم انا هروح لهم. شعرها الحلو ده مش هيبقى له اثر، هخلعه من جذوره. ست عنايات ايه ده؟ شايفه الازازه دي؟ عارفه فيها ايه؟ لا يا ستي، هي فيها ايه؟ فيها شربات، فيها عسل نحل، فيها شوكولاته. هتشربها شعرها هيقع كله، وتبقى راسها زي القرع العسلي، ومراد ساعتها مش هيقدر، مش هيطيق يبص في وشها تاني. ست عنايات، هو ده كلام برضه؟ هو دي تعملي الحاجات دي برضه؟ تودي نفسك في داهيه؟ لا لا يا ستي، لا سيبيهم احسن. اسيبهم؟ اسيبها لما تاخد مني مراد؟ يا ستي انت ناسي ان الدكتور مراد اخوكي، انت فاكره ايه؟ زينب اخرجي من هنا دلوقتي، امشي لحقوقك، غوري من وشي، غوري من وشي، غوري غوري. سيبيني يا زينب سيبيني، عايز انام. ان سر الموت يكمن في لغز النوم، نفس اموت لان النوم عايز نصف الطريق الى الموت، ونفس اموت نصف الانسان الراقي يموت اثناء النوم. عايز اموت وعقله عايز اموت ويتحول الى كائن مسحط مثل الاسفنج والطحوت، يتنافس وينمو بلا وعي. أنا ست عنايات، ستي أنا مالك يا ستي؟ عايزة أنام، نفسي أموت. ست عنايات مالك يا ستي؟ في حاجة؟ يا زينب لا مفيش حاجة يا زينب، بس عايز استريح شوية. طبعا البي لسه ما جاش. لا يا ستي تصبحي على خير. وانتي من اهله زينب؟ ايه اطفي نور الاوضه معاكي. وبعدين يا بنتي يا زين، الحكايه بقت جد، وست عنايات دي مجنونه وتعملها وتروح الشابه في شربة مية، وطبعا سيدي الدكتور هيتقهر على حبيبته ولا مراته، من عارف يمكن يكون متجوزها في السر. ايه دي تبقى مصيبه، يا رب اعمل ايه بس واتصرف ازاي؟ اسكت؟ طب اسكت ازاي؟ ده انا عايشه في خير، واللقمه ليها حق عليا، والبيت ده هو اللي مكويني. سيدي الدكتور خيره وفضله عليا، وست عنايات خيرها برضه عليا. صحيح انا حاسه يعني انها بتتغاظ مني عشان انا حلوه. طبعا حلو، احلى منها الف مره. يوخس عليك يا زينب، تبقي ولا ايه انت كمان؟ هضيع الحلاوه والوحاشه، ما كل ده بسببها. طب اعمل ايه بس؟ هعمل ايه؟ ايوه اسمعي يا بنت يا زينب، اقول لك تعملي ايه. مين؟ زينب؟ صباح الخير يا ست عصمت. صباح الخير، في ايه يا زينب؟ ادخلي. ستك عنايات كويسه؟ والدكتور مراد؟ كلهم كويسين، ما تتخضيش يا ست عصمت. انا بس جايه لك يعني في موضوع كده يعني. تعالي اقعدي يا زينب. مين يا عصمت؟
دي زينب يا ماما. اهلا وسهلا، ازيك يا زينب؟ تعيش يا ستي، ازاي صحتك؟ الحمد لله. وازاي يا ست عنايات، كويسه؟ الحمد لله، بتسلم عليك كتير. والله يا بنت الواحد مقصر في زيارتها، لكن اديكي شايفه الروماتيزم قاصص جناحي، لا اقدر اروح هنا ولا هنا. لا سلامتك يا ستي، روح انت يا ماما، اتفضلي استريحي. اعمل لك شاي يا زينب؟ لو النبي يا ستي، لسه شاربه دلوقتي، كتر خيرك، في المسارات ان شاء الله. خير يا زينب؟ والله يا ست عصمت، يعني مش عارفه ابتدي منين ولا منين. ايه الحكايه؟ في ايه؟ قولي. يا رب سامحني بقى. ست عنايات عرفت الشقه. شقه ايه؟ ست عصمت، انا جايه سرقه، نتكلم بصراحه احسن. عايزه تقولي ايه؟ مش فاهم ايه ده اللي هنتكلم فيه بصراحه. شقه ايه يا ست عصمت؟ انا كنت معاها وشفتكم بعناية دول. شفتوا مين؟ انتي وسيدي الدكتور. انا وسيدك الدكتور؟ انا يا ست عصمت انا ماليش دعوه، وبعدين مش ده اللي انا جايه علشانه. في ايه تاني؟ قولي يا زينب. انا جايه علشان تاخدي بالك، لو كنتوا رايحين هناك النهارده بلاش. زينب معلش وحياتك، بلاش النهارده. زينب ست عنايات هتروح لكم هناك. زينب انتي مجنونه؟ ومعاها ازازه سم، ازازه زي ازازه الكولونيا، ليها غطب النور، هتحط لك منها شويه في الشاي يوقع شعرك. بس كفايه كفايه. عصمت في ايه يا بنتي؟ مالك؟ ايه اللي جرى؟ في ايه يا عصمت؟ ايه الحكايه يا زينب؟ انا لازم اقول لها، انا لازم اواجهها. هي مين يا بنتي؟ عنايات. مالها عنايات؟ فاكره انه في بيني وبين الدكتور مراد حاجه. يا خبر. مش كده وبس، فاكره كمان اننا واخدين شقه. مش معقول، مش ممكن، انا لازم اروح لها، لازم اواجهها بالحقيقه. ازيك يا عنايات هانم، بقالنا زمان ما قعدناش نتكلم سوا. يعني هنتكلم نقول ايه؟ ايه ازايز الكولونيا الجميلة دي؟ الظاهر انك بتحبي الروايح الحلوة، ذوقك ممتاز، عندك كل الماركات. انت بتفتحي ايه عندك؟ ايه دي؟ غريبة ان الكولونيا دي ملهاش ريحة. الله، لا هاتي الازازة اللي في ايدك دي. وخايفة كده ليه؟ هو انا ماسكة في ايدي سم؟ سم غريب في ازازة زي ازاز الشامبو، الظاهر انه سم مغذي للشعر. الشعر يغذي الشعر الطويل ويخليه قصير قصير قوي، مش كده؟ يشيله من جذوره، مش كده يعني يا هانم؟ انت ايوه انا عرفت. انا ما كنتش، انا كنت، انا قلت، انا هقول لمراد على كل حاجه. ارجوكي ابوس ايدك يا عصمت، ما تقوليلوش، لو قلتي له هيكرهني. حبي زي ما انت عايزه، اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه سوا، انا عمري ما هتدخل بينكم، عمري ما هروح الشقه دي تاني. شقه ايه يعني يا تهاني؟ انت فاهمه كل حاجه غلط، انا ما فيش بيني وبين الدكتور مراد اي علاقه غير علاقه العمل، والدكتور مراد مش بيفكر في اي حاجه في الدنيا الا شغله. سعد. ايوه دكتور. عصمت لسه ما جاتش؟ لسه يا فندم، اعمل لحضرتك قهوه. ايوه، ولما جرس التليفون يضرب يبقى رد انت، مفيش مواعيد النهارده، فاهم؟ وقف الباب وراك، مش عايز دوشه. حاضر يا فندم. بس يا دكتور عم جمعه، كنت وعدته نجي النهارده عشان تكشف عليه لو جه. معلش لو جه خليه يستنى، هخلص اللي في ايدي وابقى اشوفه. حاضر. هل انا اهزي؟ هل كان هزيانا كل ما رايت وسمعت؟ هل هو كابوس؟ هل أنا أحلم ذلك الحديث بين اثنين لا وجود لهما، دون كاميلو ودون فارجا؟ من حديثهم كان باين أنهم بيتكلموا مع بعض من سريرين جنب بعض في مستشفى،
وانهم اسر حرب وجرحى محطوطين في الجبس وبيصارعوا الموت. واخر كلمة، ايوه اخر كلمة في الحديث، كانت صرخة كاميلو بانه عايز يعيش، عايز يعيش. من الواضح ان اسبانيا لا تخوض حربا، وان الحديث هو حديث عن حرب انتهت. اغلب الظن انها الحرب الاهلية الاسبانية. الحديث كله مجرد ماض بعث حيا على لسان ناجي ترك الذي كان اشبه بالوسيط. لكن هل ده ممكن؟ ممكن ان الاصوات تعيش السنين دي كلها في الجو لغاية ما تلقى الوسيط المناسب وترجع تبعث من جديد على لسانه؟ ولا هي صرخة الارادة المتشبسة بالحياة هي اللي بعثت الماضي اللي انعدم من رؤاده وادته رخصة الحياة من جديد؟ هل هذه معجزة إرادة وصرخة إصرار؟ وإرادة من؟ إرادة رجل مات، مات، ومن المفروض أن تكون إرادته قد ماتت معه. هل أنا أعود فأهزي من جديد؟ إنه لشيء مربك حقا، شيء مربك حقا. فضل القهوة. طيب حطها على الترابيزة. عم جمعة وصل، خليه استنى. هاتوا بالمرة، هاتهولي. صباح الخير يا سعد. ست عصمت، صباح الخير. خير ان شاء الله، اتأخرت يعني، ده الدكتور كل شوية اسأل عليكي كده. حد عنده جوه؟ لا يا فندم مفيش حد. ادخل. وبعدين يا دكتور، انت هتفضل رايح جاي في الاوضه كده؟ طب استريح شوي. استريح؟ استريح ازاي وانا مش عارف احل اللغز المتشابك ده؟ هو بقى في راحه من يوم ما شفت وش ناجي ترك ده؟ جريمه شقه القبه، الجثه اللي من غير دماغ في المشرحه، المخ المقطوع قطع طولي في حوض الفورمالين، الامخاخ المرصوصه في الاحواض. فين ادمغه اصحابها؟ فين جثثهم؟ فين فين؟ لو بس اعرف المجنون ده بيعمل ايه بالآلة الجهنمية اللي عنده دي وبيسلطها على رؤوس ضحاياه. لو بس اعرف ايه سر الاشعة الرهيبة اللي اكتشفها والبحوث المريبة اللي بيجريها على الحيوانات المنوية اللي بيستخلصها من ضفادع حية. بس لو اعرف ايه السائل الازرق وسر النوبة اللي بتستولي عليه. الف الف سؤال مش لاقي لهم جواب. اللي مخوفني اكتر واكتر واكتر انه في طريقه للهاوية. اذا هيفقد عقله بالطريقة دي. وانت هتعمل له ايه بقى يا دكتور؟ بص لنفسك. اعمل له ايه؟ اعمل له ايه؟ اعمل له ايه؟ انت عارفة معنى انه يفقد عقله يبقى ايه؟ هيبقى ايه يعني؟ معنى كده ان الصلة بيننا وبين الحقيقة تنقطع للابد. ايوه لازم نشوف اي وسيلة، اي وسيلة علشان نكتشف كل شيء قبل فوات الاوان. لازم لازم. ايوه بس هتعمل ايه اكتر من كده؟ ازاي هتعرف اللي جوه مخه ازاي بس؟ ادخل. في ايه يا سعد؟ تلغراف الدكتور. تلغراف؟ هات كده. خير يا دكتور؟ التلغراف اللي كنت منتظره من اسبانيا. من السفير؟ وقال ايه؟ اتعرف عليه؟ يعني الموضوع صحيح؟ دون سباستيان كاميلو مصارع تيران مات في الحرب الاهلية الاسبانية. دون ميجيلو فارجا لم نتمكن من التعرف عليه. يبقى اذا الاصوات ما كانتش مجرد هزيان، والاسماء هي اسماء ناس عاشوا بالفعل مش اختلاق عقل مجنون. والحديث اللي سمعناه اللي دار فعلا من سنين فاتت بين اسر الحرب، دون كاميلو ودون فارجا وهم بيصارعوا الموت في مستشفى بعد ما الحرب الاهلية الاسبانية انتهت. يعني عاوز تقول يا دكتور ان ناجي ترك كان زي الراديو بيلتقط الكلام من الهوا؟ بالظبط هو ده. تمام. لكن ازاي؟ ازاي بس؟ عن طريق عضو مجهول من اعضاء المخ، في الغالب يكون هو عضو معطل اسمه الجسم الصنوبري. الجسم الصنوبري؟ ايوه. ناجي قدر ينبه الجسم ده بالاشعة وبمادة كيماوية بيحقنها في الدم، بيحوله الحاسة مرهفة زي عين داخلية تشوف وتسمع من خلال الماء، يكشف ويخترق حجب الزمن. عجيبة. لكن مين عارف
مين عارف مين عارف. وحد قال للدودة العمية ان في جهازها العصب البدائي بذرة السمع والبصر، وانه في يوم من الايام هيكون ليها احفاد، ليهم عينين وليهم ودان. ضروري مش هتصدق. مش معقول هتصدق، لكن ده هو اللي حصل. دكتور احنا برضو نفس الوضع، احنا اللي محجوب عننا المستقبل. مش ممكن نصدق اننا في يوم من الايام هنشوف في الزمان زي ما بنشوف في المكان، وان التاريخ ممكن يتحول بالنسبة لينا لساحة مكشوفة، واننا ممكن نشوف الماضي من الوف السنين زي ما بنشوف اللي حوالينا دلوقت. زي ما بنشوف اللي حوالينا دلوقت. زي ما بنشوف دلوقت. يا سلام، موضوع مثير مثير. تعرفي يا عصمت، لو نطاق الرؤية عندنا يتسع للمدى ده. تقصد يعني نشوف الماضي زي ما بنشوف الحاضر كده، ونسمع الأحداث اللي فاتت زي ما ناجي بيسمع ويشوف ويتكلم؟ لو حصل ده كان وجه الدنيا اتغير كتير، كنا بقينا زي الملايكة. أيوة يا عصمت، لكن ازاي احط ايدي على السر ده؟ ازاي اتوصل للي عرفه ناجي طرق؟ ازاي ازاي؟ على كل حال انا لازم اروح له الليله دي. فين قصدك؟ الفيلا؟ ايوه. هتفوت عليا الساعه كام ولا هنمشي من هنا؟ ايه انت بتحطيني قدام الامر الواقع يعني؟ انت مش هتروحي معايا، كفايه كده. انا هروح معاك، والا والا ايه؟ اقدم استقالتي. كويس قوي قوي، دي نغمه جديده يا عصمت. حضرتك زعلت؟ لا مش باين انك زعلت. لانك عارف اني مش ممكن اسيبك. طبعا قصدي اسيب العياده. الله، ايه لزوم التكشيره دي؟ ايوه كده، اضحك شويه. طيب يا ست دي مضحكه. وقبل ما انسى احب افكرك ان مشتركة معاك في موضوع المهندس ناجي ترك من أول يوم. فعلا فعلا. يا سلام، ليه ما تريحش نفسك شوية يا دكتور؟ مش ضروري أجازة، بس يعني على الأقل تضحك في اليوم 5 دقايق، قصدي ضحك من قلبك، وتنسى في الفترة دي حاجة اسمها ناجي ترك. أنا موافق على العلاج ده يا حضرة الدكتورة، بس على شرط. إيه هو؟ تصرفي لي الروشتة دي من عندك. موافقة، ولو ما كنت سبقتني في الكلام انا اللي كنت هطلب منك ضرورة صرف الروشتة من عندي. دكتور مراد. ايوه يا عصمت. انا ليا طلب تاني، ارجوك انك توافق عليه. خير يا ستي، قولي طلباتك اوامر. العفو يا دكتور، نأجل موضوع مروح الفيلا لبكرة. ليه؟ ولو انه تدخل مني. حضرتك مش شايف انك ناسي خالص عنايات هانم في زحمة الشغل دي برضو يعني؟ ان جيتي للحق، انا مش ناسي عنايات، بس انا ناسي نفسي وناسي الدنيا كلها. تعرفي يا عصمت، انت فكرتيني بحاجة غريبة. انا ملاحظ انها اليومين دول اتغيرت، ما بقتش تعمل معايا سين وجيم زي عادتها، وسرحانة كده دايما. كل اللي عليها تقعد تبصلي من تحت لتحت، اسألها تقولي انها مش عايزة تعطلني عن شغلي. والله برافو عليك يا عصمت. طب ايه رأيك اعزمكم على عشاء وسينما الليله دي وامري لله؟ عصمت ايه مالك بتبصيلي كده ليه زي ما تكوني بتشوفيني لاول مرة؟ انت هتعملي انت كمان زي عنايات ولا ايه حكايتكم؟ الله، تعالي هنا، رايحة فين؟ الو انات، انا عصمت. بقول ايه؟ زينة خليك، يا ريتك تنامي معايا في الاوضه، تنامي على الكنبه. ليه يا ستي؟ في حاجه؟ ما انت كويسه اهو، جايه من السينما مبسوطه ومفرفشه. مش عارفه، خايفه كده ليه؟ قولي لي يا زينة، هو مراد نام من بدري يا ستي؟ ده انا وديت له كوبايه الميه وهو في السرير شربها وهو بينام. اول مره اشوفه جعان نوم بالشكل ده. في حاجه يا ستي؟
لا 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 مفيش. طب روح استريحي في اوضتك. اجيب لك كوبايه لبن دافي. ست عنايات، بقول اجيب لك كوبايه لبن. انت نمتي؟ والله انت اللي مغلبه روحك بنفسك. ضحكوا عليك يا عنايات، ضحكوا عليك يا عبيطة. قعد جنبها في السينما وخلاك انت في الطرف. حيفضل في العيادة، حيتغدى بره، عنده شوية شغل. هو فاكرني ايه؟ يخسرتك يا مراد بعد السن ده عصمت تضحك عليك. لكن ده مش ممكن، مش ممكن طول ما انا حي. معلش، اللي بنيته بالكام سنة دول حطلعه على دماغها في يوم. يا ناري يا ناري، لو تظهر السهتانة دي اللي واجع قلبك يا ست عنايات، هيس ما تطلع منها كل ده. معلش، اللي بنيته بالكام سنة دول انا حطلعه على عينيها في يوم. يا ستي يا ستي، خشي جوه غيري هدومك اللي اتغرقت دي. تعالي تعالي ارجوك. سيبيني سيبيني. هما الاثنين متفقين علي، عايزين يموتوني، عايزين يخلصوا مني، عايزين يخلصوا مني. بكرة انا هروح لهم، وبعد ما اكشفهم شعرها الحلو ده مش هيبقى له اثر. هطلعه من جذوره. شايفه الازازه اللي فوق الكمدينو دي؟ عارفه فيها ايه؟ فيها شربات، فيها عسل نحل، فيها شوكولاته. هتشربها، شعرها هيقع كله، وتبقى راسها دي زي القرع العسل. ومراد مش ممكن هيبص لها تاني. يا ستي يا ستي، انت ناسيه دكتور مراد ده اخوكي. انت فاكره ايه؟ اخرجي اخرجي برا، اخرجي برا. سيبيني سيبيني. لا 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 لا. ستي مالك في ايه يا ستي؟ ايه ده في ايه يا سيدي؟ عنايات مالك يا عنايات؟ مالك عنايات لا لا لا. في ايه يا عنايات؟ ايه ستي؟ لا ستي لا عنايات أموت عنايات. أنا مراد يا عنايات. مراد، حلم فظيع. مراد، وحياتي عندك يا مراد. أنا خايفة مراد. أنا مليش حد في الدنيا غيرك مراد حبيبي. أنا عايشة علشانك. أرجوك يا مراد. عنايات، أنت بتتكلمي عن مين؟ اخرج أنت يا زينب، روحي نامي. لا 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 يا مراد والنبي، لا. خليها تنام معايا في الأوضة. الله، في إيه بس يا عنايات؟ مش عارفة مالي يا مراد. بقالي كم يوم كده وانا بحلم احلام فظيعه. يا شيخ. لا يا مراد، ارجوك رد عليا. يا عبيطه، هو انا ليا حد غيرك؟ يا شيخه يلا نامي نامي نامي، بلاش دلع، نامي. حبيبه مراد، انا اسفه، انا دايما بضايقك كده، لكن انت عارف اخوكي بيقول لك نامي. يا حاضر، روح انت كمان يا مراد عشان تستريح. مراد أنا أسف. معلش. تصبح على خير. وأنت الحمد لله. تعرف يا ست عنايات إن قلبي سقط في ركبي. أنا قلت خلاص هتقولي له على كل حاجة. هقول له. مش ممكن، ده كان يكرهني. تصوري مراد يكرهني
ويمكن تقوم في مخه ويفوت للبيت ويمشي. يمشي يمشي يروح فين؟ يقعد في لوكان ده؟ لا، مراد ما تعودش على كده ابدا. هياخد شقة، يبقى ضرورة هيحتاج لحد يخدمه، وبعد كده يمكن نتجوز، ونتجوز يبقى ما فيش قدامه غيرها. ست عنايات، ايه الكلام ده؟ لا، واكون انا اللي دفعته لكده؟ وكنت متصورة ان انا هقوله هو انا مجنونة؟ زينب، انا مجنونة؟ ان شاء الله عدوك واللي يكرهك يا ست عنايات. زينب، قوليلي، تفتكري مين عدوي ومين بيكرهني؟ يا ستي، يا ستي احلفلك بايه ان ما في حد بيكرهك. سيدي الدكتور، انت اغلى من حياته وروحه فيكي. الست عصمت اديك اتاكدت اننا كنا ظالمينها، وان جيتي للحق يا ستي احنا ظلمناها كتير، وهي اصيله. سعد التمردي الله يجازيه، الفلوس عمت عينيه، لكن ده سيبك منه. وانا خدمتك وافديكي بعناية دول. عينيكي عينيكي حلوين قوي يا ستي. لا حلوين ولا حاجه، انت بس اللي قلبك طيب يا ست عنايات. الناس ليها اللي بتشوف، وانا استني هنا لما اشوف. مفيش حد، تعالي. متهيألي ان المعمل زي ما سبناه المرة اللي فاتت. الله، ايه ده؟ الغلاية دي شغالة وفيها حقن، وجهاز الاشعة سخن، معنى كده انه كان في حالة تشغيل من مدة قريبة. احسن يكون نايم في اوضة النوم. لا، انا شفت هناك مفيش حد. وصل. طيب تعالي ورا الصرايه. تعالي. يا ترى في ايه في اللفه الكبيره دي؟ يا ترى بمد من المره دي؟ اصبري هنشوف دلوقتي. اهو بيفتح. وحش، ليه جمعين زي ما يكون بيبصلنا وشايفنا؟ ده عنكبوت. عنكبوت بالشكل ده، بالكبر ده، شوف عيونه بتبرق ازاي. ده نوع من الانواع اللي بتعيش في المناطق الاستوائية الحارة. يا ساتر، مالك جسمك بيرتعش كده ليه؟ مش عارفة، منظر العنكبوت ده وهو عمال يدور حوالين نفسه في الصندوق الازاز اللي هو فيه. شوف، عمال يبص ازاي هنا وهناك على كل الحاجات اللي في المعمل، ويرجع يبص لنا زي ما يكون بيقول لناجي ان في حد مستخبي ورا الستارة دي. طيب ممكن تسكتي حبة وبلاش الافكار الحلوة دي دلوقتي؟ خدي بالك، اهو بيرفع غطا الصندوق اللي فيه العنكبوت. اللي في ايده دي شوكة؟ مفتكرش، في الغالب آلة تشريح، وإن كان شكلها غريب شوية. شفتي؟ غرس الشوكة اللي بتقولي عليها في ظهر العنكبوت بسرعة ازاي؟ الساتر، ده جاب المشرط. بيقطعه نصين. عارف راسي بتلف ليه؟ وبعدين يا مراد، نخرج. لا، ما تخافيش، يظهر انه صداع، بس ارجوك ركزي مخك معي. خدي بالك من كل حاجه بيعملها ناجي. بس يا مراد انا مش عارف. انا هقولك مراد، افتح
افتكر ان معايا اسبرين في شنطتي، بس مش هشوف في الضلمه دي، وخايفه الشنطه تعمل صوت لما افتحها، يمكن ياخد باله. لا مش ضروري دلوقتي، متشكر، انا بقيت احسن شويه. خدي بالك، شايفه ده بيطلع حاجه هلاميه زي مخ العنكبوت اللي عامله زي الكره دي. ايوه، وحطها في انبوبه الاختبار. الله، دي دابت شويه شويه وتحولت وبقت مستحلب ابيض، او بيحط عليها شويه من كل محلول من المحاليل اللي قدامه. ايه ده اللي حاطط فيه المزيج ده؟ جهاز بيشتغل بقوه الطرد المركزيه. يا ترى عشان ايه؟ علشان يفصل الرواسب وحدها والمحلول الرايق وحده. انت عرفتي اعمل ايه دلوقتي؟ ايوه، حط الرواسب في الدورة الازاز وضف لها مية. لا، ضحى متكبرتيك مركز وكحول، وبعدين كمل الدورق لغاية نصه زي ما انت شايفة بمية مقطرة. ايه ده كل اللي بيعمله؟ انا كمان اختلطت علي العمليات الكيماوية لكترها، مش قادر اتابع التفصيلات بدقة. ليه، لسه تعبان؟ لا، اغلب المحاليل مش واخد بالي منها. كل اللي فهمته انه بيعالج الخلاصة دي معالجة كيماوية معقدة علشان يخرج في الاخر بالكم سنتيمتر دول من السائل الاصفر اللي معاه. شايف ماسكها بحذر ازاي؟ او حط السائل في الاوتوكلاف وبيظبط ساعة الاوتوكلاف. شوف غريبة، بيعمل كل خطوة في هدوء وثقة، وده يدل على انه عارف مقدما نتيجة كل خطوة، لدرجة انه ساب المعمل وراح ينام وهو مطمن ان كل حاجة هتمشي مظبوطة. خلينا هنا شوية لغاية ما ينام وبعدين ندخل المعمل. ايه يا عصمت، حطيتي دماغك على كتفي يعني؟ ايه تعبتي؟ مراد انا، ايه ده يا مجنونة؟ ايه ده؟ انا اسفة يا دكتور مراد، يظهر انك جننت زي ما بتقول. يا عصمت مش قصدي، بس ما كنتش متوقع مني اني اعمل كده. على كل حال ما تخافش، انا مش هتطرش. يا حبيبتي، ايه التفكير ده وده وقته؟ ارجوك ابعد ايدك يا دكتور. يا عصمت، اظن نشوف شغلنا احسن. طيب يا ستي، تعالي تعالي وبعدين نبقى نتفاهم، ما انا عارفك عناديه. ايه اللي عملتي ده يا عصمت؟ يقول عليكي ايه؟ ليه كده؟ ليه؟ ساعتك كام يا عصمت؟ عصمت؟ نعم. ساعتك كام دلوقتي؟ 8. وساعة الاوتوكلاف مظبوطة على 10. معنى كده إن ناجي إدى نفسه راحة ساعتين ينام فيهم، وإن قدامي ساعتين قبل ما يدق جرس الاوتوكلاف ويصحي ناجي. ساعتين كويسين، وقت طويل. بصي يا عصمت، بصي العنكبوت، ده الجزء اللي خده منه مش المخ. أمال إيه؟ ناجي فتح راس العنكبوت وخد الغدة اللعابية. غريب أوي، ليه بيتعب نفسه التعب ده كله علشان ياخد غدة لعابية العنكبوت؟ الكراسة أهي، يمكن يكون فيها حاجة. وريني لما أشوف كاتب إيه. برضه كاتب بالشفرة. برضه كاتب بالشفرة. شفرة كيماوية مخصوصة. ايوه اسمعي يا ستي، كاتب ايه هنا؟ خلاصة من براعم نبات الاكاديميا، سرعة نمو البيضة الملقحة بين قوسين الجنين في محلول ملحي قلوي، الهرمونات كعامل مساعد، لا يمكن رفع درجة حرارة المحلول اكتر من 40 درجة والا ماتت جميع الحيوانات المنوية. الجمل المشطوبة دي مش عارف اقراها. وصلت الحاجة يا دكتور؟ اوصل لايه؟ ده بيعمل بحوث، بحوث كتيرة قوي في فروع مختلفة كل الاختلاف. حاجة تحير،
ايه الخيط المشترك اللي بيربط الغدة اللعابية العنكبوت بالحيوان المنوي بالبيضة الملقحة في الجنين بالبراعم في نبات الاكاديميا؟ ايه الرابطة اللي تربط الخليط ده كله؟ ضروري في حاجة يا دكتور مدام مهتم بيه بالشكل ده. هي كل الحاجات دي بتشترك في الصفة الحيوية والنمو السريع. البرعم في النبات اكتر الاجزاء حيوية ونمو، والغدة اللعابية في العنكبوت هي اللي بتعمل الخيوط اللي بيغزل بيها بيته، وعلشان كده هي اكتر الاعضاء نشاطا وحيوية. والحيوان المنوي بيحمل بذرة التجدد والحياة في كيانه العضوي الضئيل. ناجي ضروري بيبحث في سر النشاط والحيوية والنمو والتجدد. يعني بيدور على اكسير الحياة، المادة السحرية، المادة الباعثة للحياة والنشاط، الاكسير اللي هيهزم الشيخوخة. هنعمل ايه يا دكتور؟ استني انتي، انا هفتح الاوتوغلاف اشوف فيه ايه. مفيش فايدة، كل ازازة عليها رقم وحروف بالشفرة. دكتور، الانبوبة اللي فيها السائل الازرق اللي حقن بيها نفسه اهي في الركب. شم ريحة حاجة زي ريحة التوم. حياتك عصمت، شوفي الاسبرين اذا كان معاكي. لسه تعبان يا مراد يا دكتور؟ لا لا لا، استني، ما تمسكيش اي حاجة انتي، انا هشرب من الحنفية على طول. اذا كنت تعبان يلا نروح احسن. متهيألي كده برضو، يلا بينا. مين يا ترى؟ نعم، عايز ايه تاني يا خراب البيوت ومسمينك ساعد؟ فايت العيدة وجاي له يا اخويا. اعوذ بالله، هو لسانك ده متبر منك؟ ساعد. سكوت، عايز ست عنات تاني؟ هو عايزها في ايه المرة دي؟ اخبار جديدة؟ خلاص ما انكشفت. قولي لها بس ساعد. يا تم، ما اقول لها سعد بيه سعد باشا، ده ايه ده التواضع ده؟ قولي لها بس ساعد. يا تم اتركها اقعد هنا لغايه ما اقول لها. طيب صابرك عليا. ست سعد بره وبيقول لك. سعد سعد هنا، خليه يجي قولي له يدخل. مالك واقفه مبلمه كده؟ يدخل هنا في اوضه النوم؟ امشي قولي له يدخل، بلاش غلبه. غريبه، ايه الحكايه؟ ولسه يا ما هنشوف. تعال يا سعد اتفضل. يا ناس انا قربت اتجنن. روح يا زينب شوفي شغلك وقفين الباب وراك. كده كده ايه اللي جابك دلوقتي يا سعد؟ هو الدكتور مراد مش في العياده؟ في العياده، واستاذنت منه وقلت له رايح ازور بنت عمتك المستشفى. مستشفى؟ مش ممكن. لا لا، ما تخافيش ما تخافيش يا ست عنايات، انت مش هتروحوا مستشفيات ولا حاجه، انا بس قلت افوت يعني عشان اطمن، ويمكن تكوني قصدي يعني تعرف الحاله بقى والمصاريف بقى طب 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 وطي صوتك، انا هديك كل اللي انت عايزه واكتر، بس اوعى يا سعد، اوعى اوعى مراد يعرف حاجه ولا عصمت، ارجوك يا سعد. الله الله، عيب يا استعنايات، ده انت خيرك علينا. بس انا خايفه على الدكتور فهمي يكون. يكون ايه؟ اولا مفيش ود بين وبين الدكتور مراد، دي حاجه. ثانيا انت رايحه عنده عشان انك بنت عم التمرج بتاع حسنين، وحسنين فاهم انك قربت من بعيد، يعني الحكايه لعبكه خالص خالص. طب يا سعد انا متشكره خالص. والله يا استعنايات انا بقول ما دام الحكايه كده تخلي الدكتور مراد يكشف عليكي بالمره، وطبعا هو مش ممكن هيحولك مستشفى. لا لا لا، مراد مش لازم يعرف حاجه ابدا. اوعى يا سعد، اوعى يا سعد ارجوك. بالك اصل انا سالت حسنين بعدين وفهمت منه ان حالتك مش جامده قوي، والدكتور قال له يستحسن تروح المستشفى وتتعالج هناك. لا لا، انا كويسه قوي يا سعد، كويسه قوي. استنى يا سعد. سعد خد دول خليهم معاك دلوقتي، وارجوك ارجوك ما تجيش هنا ابدا الا لما تبقى تكلمني في التليفون. حاضر حاضر استعنيات. يا زينب مفيش فايده، لازم تتصنط. يلا بلاش رغي، اتفضل قدامي ورينا عرض كتافك. مالك
بتبصي لي كده ليه؟ ابدا يا ستي. امال عايزه مني ايه؟ عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ زينب 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 انت بتعملي ايه عندك يا زينب؟ بحضر حاجتي هخرج هسيب البيت عشان تستريح يا ست عنايات. لا مش ممكن مش معقول. هو بقى في حاجه معقوله في البيت ده؟ ده انا قربت اتجنن. ما تقوليش كده. اسكتي اسكتي. حاضر حاضر انا هريحك خالص مني هسكت على طول مش هتسمعي يحس ابدا. لا يا زينب لا يا زينب ارجوك خليكي معايا خليك. انا خلاص. انت خلاص؟ خلاص ايه يا ستي؟ انت عارفه انا كنت فين امبارح؟ عارفه سعد جالي ليه النهارده؟ هي دي المصيبه. كنت فين امبارح وسعد؟ مش معقول. وداني عند الدكتور. انا مجنونه تسيب. انا مجنونه 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 ستي. ولازم اروح المستشفى. ستي مجنونه مجنونه. بتقولي ايه؟ مجنونه ستي مجنونه. ما يكونش سعد. الدكتور فهمني على كل حاجه وقال ان في امل بس لازم ابعد عن الجو اللي انا عايشه فيه هنا. ده كلام يا ست عنايات. يعني ابعد عن مراد؟ ده بيخرف. ده مجنون. انت عارفه تعمليها دي يا ست عنايات؟ يبقى سيدي الدكتور مراد سيدي الدكاتره موجود وتروحي تكشفي بره. لا لا يا زينة مراد مش لازم يعرف حاجه ابدا. انا بطلب منك تكوني جنبي عشان ما حدش يعرف حاجه لا مراد ولا اسد. اوعي اوعي زينب لو حد فيهم عرف حاجه. زينب لو عرف هقتل نفسي هقتل نفسي. هاي عصمت اظن ما فيش حد تاني برا. خلاص يا دكتور والساعه بقت 2:30 ممكن اروح. تعرف انك بتبقي بايخة قوي لما تكون مكشرة كده. عارفة بايخة ومجنونة. وبعدين معاك يا عصمت اظن انا اعتذرت لك بما فيه الكفاية. يا فندم مفيش داعي للاعتذار. انا مهما كنت مش اكتر من ممرضة عندك. واذا كنت تصرفت تصرف. عصمت ارجوك بلاش الكلام الليل. عصمت عصمت بلاش الدموع دي أرجوك. ليه بس اليأس ده؟ انت لسه صغيرة يا عصمة والمستقبل قدامك والدنيا مليانة. عصمة حرام تربطي مصيرك بمصيري ومصير إنسان وهب حياته كلها لشغل. أنا مقدر شعورك لكن من ناحية تانية واثق إني مش الشخص اللي يقدر يساعدك. لكن أنا بحبك بحبك يا مراد. وأنا كمان بقدرك وبحترمك وبتمنى اكون في يوم من الايام الانسان اللي يقدر يبادلك الحب ده. لكن زي ما انت شايف السنين سبقتني يا عصمت والزمن جمعنا بعد فوات الاوان. انا اسفه يا دكتور. ومراد مالها؟ ارجوك يا عصمت تقولي مراد دايما ما دمنا لوحدينا. خلي دكتور دي في الرسميات ولا حندهلك انا كمان واقول لك يا انسه عصمت. لا دمها تقيل. مين عصمت؟ طبعا لا. عن اذنك دقيقه واحده. اتفضلي. اتفضل. ايه ده؟ كل سنه وانت طيب وعقبال 100 سنه. ساعه علشاني انا؟ وانت طيبه يا عصمت انا متشكر قوي. بقالي كتير ما جاليش هدايا. بالمناسبه دي بقى اظن ممكن نتغدى سوا بره وبعدين نروح نكمل الاحتفال في الفيلا هناك عند ناجي ترك. مراد بلاش النهارده. مش ممكن يا عصمت مش ممكن. انت عارفه انا دلوقتي عايش على امل واحد. أمل أني أعرف سر ناجي وأبحاثه. كل يوم بيفوت قبل ما نتوصل للسر مش في مصلحتنا. أمرك. يعني هتروحي معايا؟ وده سؤال. أسيبك لوحدك للي سرقت مني؟